لوحة خلابة تستقطب الأنظار، إنها من خلق الإله الجبار القهار الوهاب. لا هول في البحر ولا تلاطم موجه، راحة وهدوء. ذاك الذي نلمسه حين سماع الخطاب الديني في التلفزيون الجزائري، مضامينه مختلفة ورسائله متنوعة بين ما هو تربوي أخلاقي وبين ما هو تثقيفي بناء. يرسله ثلة من العلماء كان لهم الفضل الكبير في ترقية الخطاب بعد الاستقلال حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي. المسلم هو من صدق بجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ثم كان في أخلاقه قد سلم الناس من يده ولسانه. زيارة القبور في الجملة هي سنة نبوية، إذ قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الخطاب الديني في عبادات، في معاملات، في أخلاق، في توجهات عامة، هو المضامين تاع الخطاب اللي هي القرآن الكريم، السنة النبوية، القيم الأخلاقية، هو واحد. ولكن هذا الخطاب الديني يتكيف مع اهتمامات المجتمع. وش هو هذا التكيف؟ هو كيف نسقط مبادئ الخطاب وقيم الخطاب على اهتمامات المجتمع. مرت سنوات أخرى وتطور التلفزيون في مرحلة تعددت فيها القنوات الجزائرية تحت إشراف قائمين بالاتصال، تشبعوا بالروح الوطنية والدينية، فأصبح الخطاب يسير دائما على نسق روحي يكمل رسالته خلف تمشى على ضرب السلف. أنت لما تعطي الحاجة اللي محتاجها سرا سيعرف لك فضلا وسيحترمك وسيقدرك ويجتهد ليل نهار ليرد الجميل. أطلب الله سبحانه وتعالى باش تكسب هذا المال عن طريق الحلال، حتى ربي يعني هذه صدقة وتكون لك أول شيء هنا في الدنيا تطيل العمر، اثنين ترى يعني تداوي المرضى، ثلاثة يعني إنسان في صدقة أنها تطفئ غضب الرحمة. لما توفرت مجموعة من العناصر، بداية من بعض الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الساحة السياسية، الساحة الإعلامية، مولود قاسم، الشيخ شيبان، عبد الرحمن الجلالي، الشيخ حماني، الشيخ كتو، هذه الكوكبة الكبيرة وهذه الكوكبة القوية جدا استطاعت أن تؤسس إلى علاقات اتصالية سهلة وبسيطة وفاعلة بين، حولت التلفزيون الجزائري من مجرد مؤسسة تبث وترسل الرسائل الدينية إلى مؤسسة تصنع الرسالة الإعلامية. الخطاب الإعلامي التلفزيوني لابد أن ننطلق من الواقع، ونحن في مسيرة الخطاب الدعوي الإعلامي التلفزيوني هناك يعني نجد مرجعية وطنية، نجد علماء الجزائر، نجد صانع المحتوى من الجزائريين. الذين تصدوا لهذا الخطاب هم مشايخنا، علماؤنا، دركنا الشيخ أحمد حماني، دركنا شيخنا الشيخ محمد شارف، دركنا الشيخ كتو، دركنا الشيخ محمد الكحل شرافة، يعني أساتذة من طراز العالي، مغالب تكوينهم العلمي في مؤسسات أصيلة قديمة قوية. كان المواطن الجزائري ينتظرهم وكان يستمع إليهم، وكانوا يمثلون تقريبا المرجعية الدينية الواحدة الموحدة والموحدة. مست التعددية الإعلامية أنحاء الوطن العربي، فظهرت قنوات فضائية جذبت الجزائريين للاستماع إلى خطاب الفتوى، ومنه استلزم الأمر ظهور قناة دينية جزائرية تعنى بهذا النمط الإعلامي الديني، فتم ميلاد قناة القرآن الكريم التي استمالت حصصها الدينية مشاعر المشاهدين. النقلة النوعية الكبيرة
هي في قناة القرآن الكريم اللي صارت كما تفضلتم قناة موضوعاتية تهتم بالشأن الديني، وهي قناة خطها الافتتاحي واضح جدا، تعنى بالوسطية والاعتدال، وترسمت خطا لها تسير عليه منذ بدايتها وإن شاء الله تستمر عليه دائما. أيضا الجانب الوطني والجانب المرجعي، يعني احترام وتعزيز المرجعية الدينية الجزائرية. وحقيقة كانت حصة هل سألوا حصة يعني ممتازة جدا، يعني طبعا هذا لست أنا الذي أحكم، ولكن المتابع الجزائري والمتابع غير الجزائري من بلدان أخرى هو الذي أيضا صارت دخلت إلى البيوت الجزائريين، اكتسبت ثقة المواطن الجزائري. هذه القنوات وخاصة قناة القرآن الكريم استطاعت أن تحافظ على الهوية المجتمع الجزائري من خلال ما تبثه من رسائل مرتبطة بالجمهور الجزائري. ونحن في الحقيقة عندما نتكلم عن الرسالة الإعلامية، فالرسالة الإعلامية هي في الحقيقة كعنصر من عناصر العملية الاتصالية. فهناك عندنا هناك القائم بالاتصال، القائم بالاتصال أو المصدر أو المرسل أو صانع المحتوى في الخطاب الإعلامي الديني، يعني الدعاة، العلماء، الأئمة، الصحفيون، هادو صانعوا المحتوى. ثم ماذا يقابل بين المصدر؟ نجد ما يقابل المتلقي. المتلقي في الخطاب الديني الإعلامي هم الجمهور. بينهما ماذا؟ بينهما هناك رسالة، الرسالة التي تكلمت عنها، وهناك اليوم ما يسمى بالتربية الإعلامية. عمل التلفزيون الجزائري ولا زال على خدمة القرآن الكريم ومقومات اللغة العربية على نحو يجعله ينساق ضمن قاعدة إعلامية موضوعية لا تخرج عن أطر الخدمة العمومية. نجد أن المواطن الجزائري كغيره من الشعوب التي تتحدث العربية أنه لا ينفعل إلا إذا كان في المسجد أو إذا سمع القرآن الكريم، وأنه يخشع الجاليات الجزائرية مثلا موجودة في الخارج أنه يجدون عبق حب الوطن وعبق الانتماء للوطن وتذكر الوطن وبقاء استمرار مع الوطن عندما يستمعون إلى الرسالة الإعلامية التي تأتيهم من التلفزيون الجزائري باللغة العربية. صناعة الخطاب الديني في الإعلام البصري الجزائري وجد ضالته في خطاب المسجد الداعي إلى حماية المرجعية الدينية وتحصين المجتمع أخلاقيا، فضلا عن محاربة خطابات تروجها قنوات إعلامية خارجية لا صلاح لها ولا منفعة فيها. الخطاب الديني دوره هام وهام جدا، وأثبتت التجربة وأثبت الواقع أن هذا الخطاب الديني يعتبر صمام أمان لكل ما قد يحيق بالمجتمع من مشكلات ومن فتن ومن اضطرابات وما إلى ذلك ومن نقائص. فعندما يسمع المسلم أو يسمع المسلمون والمصلون وكافة أبناء وشرائح المجتمع إلى الإمام وهو يخطب ويدعو إلى، طبعا معتمدا على آية القرآن الكريم وتوجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه لا جدال ولا نقاش، وإنما يتقبل الأمر لأنه متناغم مع تلك الهوية الدينية وذلك الانصياع بدون جدال لخطاب رب العالمين. إن الخطاب الإعلامي الديني هو يحتل المرتبة الثالثة بعد دور المسجد والمدرسة. أما من حيث الجمهور المستهدف فأكيد أن الخطاب الإعلامي الديني يحتل المرتبة الأولى، لأنه يستعمل وسائل الإعلام الجماهيرية تلفزيون، فهو موجه إلى شريحة كبيرة جداً. أما من حيث الأضواء الأخرى فهو يأتي بعد المسجد والمدرسة، نجد الخطاب الإعلامي التلفزيوني. ونحن الخطاب المسجدي لابد أن يستفيد من الخطاب الإعلامي التلفزيوني. المسجد له دور، طبيعة الخطاب في المسجد يمكن أن نقول بأنه قد يختلف في المضامين وفي الطريقة عن الخطاب في الإعلام. خطاب في المسجد يستهدف فئة معينة، مجتمع ربما ضيق بالمقارنة مع التلفزيون،
القضايا هي القضايا اليومية لأهل ذلك المسجد ولأهل ذلك الحي وإلى أهل تلك البقعة، ولكن كل ما في الأمر أن هناك تكييف لنصوص الشريعة لقيمها لمقاصدها لوقائعها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجاته. المشتغلين بالخطاب في وسائل الإعلام في غالبهم إذا لم نقل معظمهم هم من الذين تولوا الخطاب المسجدي. فالآن مثلا في الجزائر حينما نتابع الشخصيات التي تتولى الخطاب في التلفزيون الجزائري فمعظمهم هم ناس سبق لهم الخطاب في المساجد. الخطاب الديني عبر القنوات الجزائرية يتطور، ونجاحه متوقف على الرهانات الاستراتيجية في البلاد، فالظاهرة الإعلامية الدينية عليها مواكبة السياق التنموي العام للمجتمع الجزائري. كل من له علاقة مباشرة بصناعة الإعلام والتفكير فيه، أن ننتقل بواحد المصطلح نتداوله إعلاميا كثيرا، وهو مصطلح المرجعية الوطنية والمرجعية الدينية والمرجعية العامة. هذه نحن استهلكنا وقتا طويلا حوالي 15 سنة ونحن نتحدث عن هذا العنوان دو، وبقي شعارا إعلاميا فقط، لم يتحول بعد إلى مشروع ميداني واقعي له آلياته، تصوراته، خطواته، أفكاره، مشاريعه إلى غير ذلك. فنتمنى أننا ننتقل إلى مرحلة المرجعية المشروع. الرهان القادم كيف التلفزيون الجزائري يستطيع أن ينتج مشروعا تواصليا مع المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية تدرك التحولات التي قائمة في هذا الزمن خاصة الإعلامية.